الصمود الملكي الامين السلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وبحضور صاحب السمو الملكي الامين سلمان بن عبد العزيز امير منطقه الرياض، افتتح مشروع المستشفى السعودي الالماني بالرياض. وأتم باستقبال سموه بعد وصوله معالي وزير الصحة الدكتور أسامة شبكشي ورئيس مجموعة المستشفيات السعودي الألماني المهندس صبحي بكرجي ونائب رئيس المجموعة الدكتور خالد بكرجي. وفور وصول سموه قدمت طفلتين باقتين من الورود. I'm going to go to the hospital.